إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل، منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيا ليفيض على العالم بالسلام والمحبة. واجهنا التحديات بالتنمية والبناء عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها. وبالله من قبل ومن بعد، ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.